تعالوا بقى نروح لتصفيات كأس العالم 26، مقعد عربي مضمون بعد القرعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم 26. أسفرت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 26 عن ضمان منتخب عربي التواجد في الحدث المونديالي، والذي سيقام بالتعاون مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وضمن منتخب عربي التواجد في المونديال، وتحديدا من المجموعة الثانية اللي هيتواجد بها خمس منتخبات عربية من أصل ستة، وتحديدا من المجموعة الثانية، وبيتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، بحيث يصعد ستة منتخبات، بينما يلعب صاحب المركز الثالث والرابع مرحلة أخرى من مجموعتين على أن يصعد منتخبين آخرون، ليكون مجموع المتأهلين 8 منتخبات مع خوض صاحب المركز الثاني من كل مجموعة في المرحلة الأخيرة مباراة الملحق. وطبعا مقرر أن تنطلق التصفيات الآسيوية في سبتمبر المقبل، على أن تكون الجولة الختامية في يونيو عام 2025. تعالوا نشوف المجموعات معنا على الشاشة. المجموعة الأولى فيها إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وكوريا الشمالية. المجموعة الثانية فيها كوريا الجنوبية والعراق والأردن، عمان، فلسطين، الكويت. والمجموعة الثالثة فيها اليابان واستراليا والسعودية والبحرين والصين وأندونيسيا. الحقيقة فرص حلوة للمنتخبات العربية، كمان انت هتاخد أول وثاني من كل مجموعة، والثالث والرابع المجموعة الثانية كده كده فيها منتخب عربي هيصعد، لأن ما فيهاش غير كوريا الجنوبية بس مش عربي، العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت خمس منتخبات عربية، ففي منتخب عربي صاعد وإن شاء الله ممكن يبقوا اثنين كمان، بس كوريا الجنوبية فرقة تقيلة طبعا يتعمل حسابها يعني. والمجموعة الأولى فيها قطر والإمارات العربية المتحدة، فرقتين عرب، نتمنى الاثنين يصعدوا طبعا، لكن برضو المجموعة فيها إيران فرقة قوية جدا وكوريا الشمالية فرقة معقولة. وأوزبكستان طورت الكرة عندها بشكل كويس جدا، يمكن كان مستر كوبر مدرب منتخب مصر السابق احد مدربينها اللي طوروها الحقيقه بشكل جيد. المجموعه الثالثه كوريا الشماليه بتعمل مشاكل طبعا في المجموعه الاولى دي، برضو كوريا الشماليه فرقه من الفرق اللي تعمل لها حساب يعني. المجموعه الثالثه بقى هي اللي فيها يعني المنتخب اللي مش محظوظ هو المنتخب السعودي، لان معاه اليابان واستراليا منتخبين اقوياء جدا، والمنتخب الصين قوي جدا كمان يعني، الصين عندهم سرعات عاليه جدا، منتخب اليابان منتخب كبير جدا، منتخب استراليا منتخب شبه اوروبي في قاره اسيا يعني. فلا المجموعه الثالثه دي مجموعه ثقيله، السعوديه يعني هي والبحرين اقل حظا من باقي المنتخبات العربيه الحقيقه يعني، لكن الحقيقه ان احنا قدامنا فرصه حلوه لصعود اكتر من منتخب عربي بشكل كويس. والحقيقه كمان فكره ان 8 مقاعد ونص دي فكره حلوه جدا يعني، كاس العالم اللي هو فيه 48 منتخب ده دلوقتي ادى فرص لمنتخبات عرب كبير جدا من اسيا ومن افريقيا ان هم يشاركوا، ما كانوش بيشاركوا قبل كده. لكن انا اللي يهمني اللي هيتأهل ده هيعمل ايه في كاس العالم، لان فرص ان انت تتأهل من دور ال 48 لدور ال 32 حلوه، حلوه جدا يعني. وفي نفس الوقت فكره 8 مقاعد ونص اسيويه، انت على الاقل انا شايف وجهه نظر الشخصيه يعني البسيطه، ان اللي احنا شفناه دلوقتي ده ممكن اربع او خمس منتخبات عربيه من اسيا يتأهلوا يعني. في مجموعه اتمنى ان يبقى فيها اثنين، المجموعه الثانيه دي ممكن يبقى فيها منتخبين عرب يتأهلوا. السعوديه هتنافس بقوه لان منتخب قوي ايضا في مجموعه صعبه فيها استراليا والصين، بس يعني عندها فرصه برضو. المجموعه اللي فيها الامارات وقطر والله برضو في فرصه كويسه للامارات وقطر انهم يتاهلوا، فيها ايران المجموعه، لكن لا في فرصه للامارات وقطر انهم يتاهلوا، منتخبات كبيره جدا يعني. فاتمنى صعود اكبر قدر من المنتخبات العربيه في كاس العالم اللي جاي، وان هم مش يروحوا لمجرد التمثيل المشرف، لا عندهم فرصه للمنافسه بقوه في كاس عالم هيبقى مختلف عن كل كاسات العالم اللي فاتت قبل كده. وكمان في نقطة مهمة جدا بالنسبة كمان لأفريقيا، 9 منتخبات أفريقية برضو عندك فرص إن منتخبات عربية كتير جدا تتأهل، لا يقل عن 6 منتخبات من الـ9 ممكن يبقوا عرب، وأنا يعني أتمنى إن ده يحصل وهو قريب جدا من إنه يحصل يعني. ممكن بقى المنتخبات اللي كانت بتتنافس دايما بتاعت شمال أفريقيا دي، المغرب وتونس والجزائر ومصر والمنتخبات الأفريقية اللي هي دايما في بينها منافسة شرسة دي، لا ممكن يتأهلوا كلهم المرة دي بسهولة في 9 منتخبات، وفي فرصه كمان من اسيا، لا ان شاء الله ان شاء الله نشوف في منتخبات عربيه كتير جدا في كاس العالم 26. تعالوا